صار؟ سعد موارد 55 بعد 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 من من حبستنا بست اشهر سبعه يجيبوه لانه ابن فلان. وما يسالوا اصلا. ما سالوا. انت وين تروح وين تجي؟ راسا جابوه ويانا ذبوه. النتيجه اعدام جماعي. سبعه نعم بعد. ماذا تريد ان تقول؟ وبيت اخويا طفله همات بالسجن ماتت. زينه محمد حسن. نعم. ومحمد فالح مات من اثار السجن ورا ما طلعنا مات. وزوجة محمد حسن اللي هي شكرية جاسم محمد صار بها سرطان. وبهية ياسين محمود ايضا هذن الاثنين ماتن. هاي اثار التعذيب واثار السجن. عندك شكوى على من الان؟ الشكوى على صدام حسين وعلى برزان وطه ياسين رمضان وسعدون شاكر وسمير محمد عبد الوهاب واحمد ابراهيم حسون السامرائي ويونس احمد غزال السامرائي ضابط امن الدجيل و وكل عناصر حزب البعث اللي كانوا بالدجيل ولهم اشتراك فعلي لانه الاعتقال جماعي. دور المتهمين الآخرين الموجودين محمد عزاوي وعلي دايح وعبد الله ومزهر. محمد عزاوي بالنسبة إلي أي دعوة ما عندي عليها. أنا طلبت أن أحضر علنا وأمام العالم خي يسمعني العالم لأنه الناس تقول هذا حج أحمد هو اللي كسرنا. أنا محمد عزاوي أصلاً ما قايم علي دعوة. نعم. ومحمد عزاوي أنت العفو سيد القاضي سألتني على محمد العزاوي. محمد العزاوي عنده مواقف ويانا ما أقدر أنسالها. ما أقدر أنسالها ولا أنكرها إلى نهائياً. محمد العزاوي عنده 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 موقف كان ماخذ من محمد اخويا المقاول كان ماخذ منه بلوك وطابوق بالدين. لا هذه خارج تفصيله حتى اكون صريح واكون واضح. ورا ما طلعنا من السجن ما شال الفلوس وانطاها الشريكه اللي هو عمران ايضا عمران اطلب بالشكوى عمران حسن عمران. محمد عزاوي ما طلعنا من السجن جاب الفلوس بيده وانطاها لمرت اخويا فما اكل ولا درهم فما عندي شكوى عليه. علي دايح ما عندي شكوى عليه ايضا. لكن انا قلت حج عبد الله اذا قام وقال انا هاي المره ما اخذها هي والطفله هنا امامكم اسحب الدعوه، اما اذا ما يقول هذا اطلب دعوه. مزهر بالنسبه للمزهر. مزهر بالنسبه لي شخصيا ما قايم دعوه عليها ولا اقيم دعوه عليها، ما عندي شيء وياه. ما عندي شيء وياه يا سيدي، ما عندي شيء وياه. نعم. عافيه. هذا واقع. مثل الشهاده عندي نكتب سياده رئيس المحكمه بالنسبه لعبد الله كاظم الرويد لا يسمع. اذا عبد الله كاظم الرويد لا يسمع حاجة. اذا ممكن يبلغ بما يقوله الشاهد، الشاهد طلب منه كلام معين. والله يا احمد احنا وياك ربع. انا قل له اذا سمحت لي ارجوك سيدي. لا مو هذه لحظه مهمة كلي. لحظه علاقتي وياهم ماني قبوليه. لحظه حجي لحظه السؤال روح قرب منا وبلغ بالسؤال سمعي معي هذا في وقته خلي بعد فترة يجاوبنا عليه. العفو سيد القاضي، ايضا اطلب الشكوى ضد عواد احمد بندر رئيس محكمة الثورة باعتبار هو اللي موقع على اخوتي الستة بالاخبارة. نعم. اطلب كل من متهم بهذه القضية. ما جيب لنا ماي. اللي مشترك فعليا. نعم. ما هل لديك شيء اخر؟
تقول تضيفه، بس على شرط ان يكون متعلق بالدعوه. انا اطلب اطلب منك راحه دقائق شويه. نعم تعطينا راحه دقائق. نعم اتهنى والله يرحمه. يمك كرسي لو لا؟ لا ماكو، اذا هذا اذا امكن اطلع برا شويه دقائق. ها دقائق اغسل كرسي. خلي كرسي ليستريح. ها يعني تريد خارج القاعة؟ تحتاج خارج القاعة؟ إيه. نعم. تطلب التعويض؟ نعم. التعويض المدني؟ نعم. أطلب التعويض المعنوي والمادي. لذلك حتى إحنا انحرمنا من الدراسة أيضا. نعم. فارتاح. نعم. وارجع حتى. شكرا. نبدي. شكرا جزيلا. ولاحقا بعد ما تم تدوين الإفادة سيفتح باب المناقشة للإدعاء ولوكلاء الدفاع. لا يفتح باب المناقشة إذا عندكم أسئلة أو استجواب معه، فالمحكمة تسمح لكم. أحمد احمد اكتب. من اللي يكتب؟ ها دونت كاملا عاشت ايدك. إذا ما يرجع ونكمل الاستجواب مع أبو علي. حان وقت الاستراحة لمدة نصف ساعة، وبعدها سيتم المواصلة مع المشتكي. إذن مشاهدينا الكرام، نقلنا إليكم وقائع جلسة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من أبرز أعوانه. طبعا هذه الجلسة كانت توقفت في الصباح أو أجلت لمدة 90 دقيقة تقريبا عند انسحاب هيئة الدفاع عن صدام حسين بسبب عدم السماح لها بالطعن في شرعية المحكمة. شهدنا العديد من المناقشات الحادة بين برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين وبعض من اتهموا من قبل أعوان صدام بأنه يهدد هيئة الدفاع ويهدد المتهمين أيضا. تعليقا على هذه الجلسة معنا من بغداد أحمد الصالح مراسل العربية، ماذا بعد هذه الجلسة الآن وكيف ينظر قانونيا إلى ما قاله الشاهد أحمد حسن محمد في هذه الجلسة؟ طاهر، المهم في هذه الجلسة إنها دخلت بالفعل في المحاكمة الإجرائية بعد أن كانت محاكمة صورية حقيقة في بادئ هذه الجلسة صباح هذا اليوم، وكذلك في الجلسات الأولى التي سبقت هذه المحاكمة هذا اليوم. بالتأكيد هناك أهمية كبرى أن هناك دخول فعلي بهذه الإجراءات، وهذه الإجراءات سوف تستمر. هناك إفادات لشهود آخرين سوف يتم أيضا تدوينها من قبل هيئة المحكمة، وبالتالي أيضا ستكون مناقشة بين الشهود وكذلك هيئة الدفاع والإدعاء العام، وأيضا سيسمح للمتهمين بمناقشة الشهود بشكل مباشر. طبعا بعد استكمال كل هذه الأمور التي تخص بالإفادات والمناقشات، بالتالي يمكن القول أن المحكمة ستدخل في إطار إصدار الحكم، ولكن بالتأكيد هذا لن يحصل في هذه الجلسة ولا جلسات القليلة المقبلة التي ستأتي. نعم. بعد أيام هنا بالتحديد أحمد، كم جلسة يجب أن تشهد بعد هذه القضية وفقا للنظرة القانونية وفقا لمتابعتك؟ طبعا قانونيا وكما يشير المختصين بهذا الموضوع أن المحاكمة ستكون مفتوحة، يعني يمكن أن تستمر إلى جلسات متعددة، ولكن ليس جلسات تضييع الوقت.
بالتأكيد يعني يشير المختصون هنا في هذا المجال إلى أن هناك ربما 5 أو 6 جلسات سوف تعقب هذه الجلسة حتى يتم التوصل إلى إمكانية إصدار الحكم بشكل نهائي في هذه القضية. طبعا من المعروف أن هذه القضية هي من سلسلة قضايا رفعت ضد الرئيس العراقي السابق ورموز النظام العراقي السابق، وسوف تستمر طبعا سلسلة هذه المحاكمات، ولكن الحكم في هذه القضية بالتحديد ربما سيصدر بعد 5 أو 6 جلسات، وهذا طبعا يتوقف على مدى استكمال الأمور التحقيقية والأمور الخاصة بهذه المحاكمة بشكل نهائي. أحمد الصالح مراسل العربية من بغداد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، سنكون معكم بعد دقائق من الآن على رأس الساعة في نشرة مفصلة لأهم الأخبار. وسبعة من أبرز معاونيه على خلفية المذبحة التي وقعت في الدجيل عام 1982 وراح ضحيتها 148 عراقيا. وشهدت المحاكمة للمرة الأولى إدلاء أحد شهود الإثبات بإفادته أمام المحكمة. وقص الشاهد أحمد حسن محمد وهو أحد أهالي الدجيل ما وقع في المدينة، وكذلك عمليات الاعتقال التي تلت محاولة اغتيال صدام حسين في المدينة وما تعرض له المعتقلون من عمليات تعذيب. وتبادل الشاهد الانتقادات مع برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين. وتحدث الشاهد كذلك عن قيام عناصر المخابرات العراقية بإطلاق النار عشوائيا في بلدة الدجيل عام 82، ثم أعقب ذلك عمليات اعتقال عشوائية بين أهالي البلدة كما قال الشاهد. وكانت الجلسة توقفت لمدة 90 دقيقة لإعطاء الفرصة لعودة هيئة الدفاع التي انسحبت من قاعة المحكمة احتجاجا على عدم مناقشة شرعيتها. الإدارة بهالطريقة هاي تطعن بالمحكمة يا أستاذ، هذا بها أسرار يا أستاذ. لا المحكمة في أكثر من مرحلة اختلط صوت القضاة بمطالب الدفاع باعتراضات للمتهمين، ومنذ انطلاقة المحاكمة سيطرت الدفوع الشكلية على أطوارها ونقاشاتها ما أدى إلى تعليقها لمدة 1.5 ساعة قبل استئنافها من جديد. في الجلسة الأولى طلبت هيئة الدفاع وبعد أن دفعت بعدم شرعية المحاكمة طلبت أن يتولى وزير العدل السابقان الأمريكي رامسي كلارك والقطري نجيب النعيمي الكلام، إلا أن رئيس المحكمة الجنائية العليا رفض الطلب ليغادر الدفاع قاعة المحكمة ويعين القاضي محامين بدلا عنهم ويتكرر الجدل نفسه. وقد احتج الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل ذلك بقوة على مواصلة جلسة محاكمته مع 7 من أعوانه السابقين رغم انسحاب هيئة الدفاع. تفرض علينا المحامين، يعني ايضا المحكمة تفرض المحامين، هي مفروضة وتفرض القانون المحامين. نعم، اذا عندك شيء تفضل هنا. وبعد استئناف المحاكمة عاد الدفاع ليتمسك بالجوانب الشكلية وعلى رأسها حماية اعضاء الدفاع وشرعية المحكمة واعتبار المتهمين اسرى حرب. الدفع الاول بعدم مشروعية المحكمة، وعدم المشروعية سوف اقوم بتفصيلا سريعا له، والدفع الثاني هو بعدم اختصاص المحكمة، والدفع الثالث هو الدفع بعدم استقلالية المحكمة. سير المحاكمة وتدخلات مختلف الأطراف توحي بأن هذه الجلسة تسير مرة أخرى باتجاه التأجيل على غرار الجلستين السابقتين. محمد بن ثابت، العربية. طارق حرب الخبير في القانون الدولي ينضم إلينا من بغداد. سيد طارق، كخبير في القانون الدولي، ما مدى جدية هذه الجلسات وما مدى قانونية ما أدلى به الشاهد أحمد حسن محمد؟ ما حصل في الجلستين السابقتين وفي الجزء الأول من الجلسة الحالية لهذا اليوم كانت مسائل شكلية اقتضتها طبيعة المحاكمة وإجراءاتها ورسوم قانونية تم التقيد بها، غير أن جلسة هذا اليوم كانت جلسة كما يقال في محكمة المحاكم وشهادة أدليت تعتبر شهادة الشهادات. الأمر الذي ذكره السيد كلارك كان مسألة حماية المحامين، وهي مسألة لا علاقة لها بالدفاع، أي لم تورد حجة أو بينة تتعلق بالدفاع عن المتهمين. وما أورده السيد الوزير المحامي
نجيب النعيمي الواقع يمكن أن يدخل في باب التصور النظري للتصور الواقعي. لم يخلع السيد الوزير جلباب الوزارة وجلباب السياسة ولم يتطرق إلى جوانب الواقع. تتحدث عن الوقت الذي طعن فيه في شرعية المحكمة سيد طارق؟ فقط للتوضيح. نعم، شرعية المحكمة يا سيدي تكلم عن القرار السابق لسقوط النظام السابق وتكلم عن اتفاقيات لا هاي، وفعلا الاتفاقيات موجودة والقرار موجود، لكنه لم يتكلم عن القرارات مجلس الأمن الجديدة التي صدرت القرار 1483 1511 1546 وما تلاه. هذه القرارات وإنشاء دولة حكومة ذات سيادة اختلفت يعني النصوص القانونية التي اتكى عليها واعتبرها مستندا في التشكيك في شرعية المحكمة لا يمكن أن تقف أمام النصوص الجديدة الصادرة من مجلس الأمن. كذلك تحاشى إطلاقا مسألة الانتخابات ومسألة أن القانون أصدرته جمعية الوطنية المنتخبة، كما أن اللائحة مالته تطرق إلى أن قانون المحكمة لم يكن موقعا من قبل رئيس الجمهورية. والواقع هذا أن المادة 37 رجع على قانون إدارة الدولة، أي قانون تصدره الجمعية الوطنية، ليس بحاجة إلى توقيع رئيس الجمهورية أو نائبيه، وإنما يعتبر نافذا بعد 15 يوم من صدوره ما لم يعترض عليه مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية. نعم، هذه مسائل إجرائية ولا شك أنها مهمة سيد طارق، ولكن ما يهم العالم الآن متى الحكم في قضية الدجيل ولماذا التطويل في هذه الجلسات؟ القضية ليست بالبسيطة يا سيدي، جرائم وتهم عقوبتها الإعدام وجرائم متعددة كثيرة لا يمكن أن تعد وتحصى، كما ذكر الشاهد في شهادته وقائع وأسماء وأحوال وظروف تنم عن ارتكاب الأفعال الواردة بالمادة 12 من قانون المحكمة. نعم. الأفعال الواردة في جريمة في الجرائم ضد الإنسانية المقرر بموجب القانون الدولي، وهي جرائم القتل، جرائم الاضطهادي، جرائم التعذيب، جرائم النقل القسري للسكان، جرائم إخفاء السكان وسواها. نعم. من التهم التي يمكن أن توجه. فهذه مسألة ليست بالمسألة اليسيرة، وإنما مسألة عسيرة لا بد أن تخضع للمناقشة، لا بد أن ثم لنحامي الدفاع رأي لا بد أن يناقش الشاهد على ما ذكره. على الأقل يستخلصون أن بعضا من هذه الشهادة الكبيرة، لأن الشهادة توزن ولا تعد، من جزء من هذه الشهادة الكبيرة كان يمكن أن يكون محل خلاف أو يجدوا فيه ملتمسا للطعن في هذه الشهادة من حيث الوقاية وليس من حيث الشكل. السيد طارق حرب الخبير في القانون الدولي كان معنا من بغداد تعليقا على جلسة محاكمة صدام حسين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لمتابعة. كل مثل ما ذكر هو عندنا هيش تعليمات، والدليل على هذا أنه بالأساس هي ما موجودة شيء عند المخابرات من هذا القضية اللي هو يحكي بها. ذكر الأخ أحمد يمكن اسمه أحمد حسن محمد. نعم، ذكر عدد من أسماء من ضباط المخابرات. هذولا أنا أقول لك أنا يعني رئيس مخابرات من 77 أنا بالمخابرات إلى 83 بداية 83، وأنا نوع من نوع إدارتي إنه أنا أكون متصل ويا رفاقي اللي يشتغلون وياي، مو أقعد بغرفتي ومتيهلهم الشغل، لا أعرفهم. هاي الأسماء ذكرها ولا واحد موجود في المخابرات. هناك بالنسبة للمخابرات كانت أسماء مستعارة. لا مستعارة. نعم هذا بل هناك 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 أناس كانوا موظفين في المخابرات يابا، وأنا شفتهم. واحد منهم كان اسمه محمد، هو اسمه الحقيقة عواد أستاذ المصلاوي الله يرحمه، علي اسمه منهل. يعني هو اسمح لي أنا أعطيك الأسماء. وهناك رجل جلاد اسمه خليل، هو اسمه الحقيقة اسمه سامي. وهناك رجل اسمه أحمد من أهالي الشرقاط، هو اسمه جدعان. نعم عرفنا هاي الأسماء، وكلها أكثرها مستعارة بها. بعدين قسم منهم صارحونا لقن. أنا عايش للحالة سيادة القاضي، وهاي عصبية وماخذ راحته أكثر من اللازم. يعني هاي تسأل عن المحكمة سيادة القاضي، هذه لهجة سيد القاضي. احنا قلنا لكم نعم حافظوا على هدوء بدون تشنج. لا العفو. المحكمة أو المتهم يوجه سؤال عن طريق المحكمة، فجاوب
على قدر السؤال سيد احمد. عفوا سيد وعلى على راحتك. انا حبيت انطيه اسماء. نعم على راحتك. منتسبين بالاسم اسم المستعار واسم الصحيح. نعم نعم. حتى اكون دقيق. احنا نطلب جلب هؤلاء الاشخاص الى المحكمه وطلبهم كشهود في المحكمه. سياده القاضي متوفين. ارجوك تحل هذا الاشكال. قل له الرجل هذا خله يسجل ما يريد يجاوب عليه، ومن حضرتك تنطي الوقت هو لا يقب مثل ما يريد احكي غير عشان سجل ملاحظه. ما راح اخلص يعني. عفوا سيد القاضي. خلصت تفضل. سيد القاضي نعم. مستعد لاي سؤال اجاوبه. ما يحتاج خلاص. نعم خلصت؟ لا استاذ شلون خلصت؟ تفضل استمر. استاذ هذا الاسماء اللي يذكرها هو يعني هو كمبيوتر اولا. هو مو كمبيوتر. الشيء الاخر هاي اسرار لمؤسسه امن. كيف قدر يوصل الها؟ بحيث انه هذول كلهم عرف اسمائهم الحقيقيه والاسماء المستعاره. بالعشائر الطالب دم ما يعرف دمه. هو يقرون كل الزين، اهل الدجيل اللي عنده حد ما يعرفه، انا ما عرفت حقي. فرحت دورت وسالت وافتهمت ومن ضمنهم فيصل شاهين كان لازم اول انهزم الان في سوريا. اذا اكو صار ولحد السقوط اسمح لي ولحد السقوط كان مدير امن السرقات في الاعظميه برتبه لواء عقيد لواء عميد انا متبعه شخصيا ولكن الان في سوريا فيصل شاهين وكان ضابط تحقيق. ما موجود هالشيء هذا. استاذ اذا تسمح لي. اذا استاذ اسمح لي اسمح لي ابو محمد انا اطلب يجلبون ذول الاسماء اللي قالهم الاسماء المستعاره والاسماء الحقيقيه وياتون اما شهود اثبات او شهود دفاع. اريد تثبت المحضر. انا اريد اقول لك نفس الكلام. انا اريد اقول نفس الكلام. بس ينطل الاسماء اللي ذكر بها. هاي تنحل يعني هاي الاسماء اللي ادعى بها ثبتت لا لا هسه ثبتت نعم نعم الاسماء مذكوره الاسماء اللي ادعى بها سياده القاضي خلي يجيبها نعم خلي او نتاكد بهالطريقه هاي شيئين تعرف عناوينهم الان لا العفو سيد بس انه هذا من الموصل وهذا من الشرقاط اين هم الان لا اعلم لا اعلم هذا العفو معذره هذا موضوع الاسم هذا عرفناه كنا بالسجن لا يعني عناوينهم اين يسكنون الان او عملهم الان لا لا ما اعرف عنهم ما اعرف عنهم اذا هم يجون يدافعون خيجون لا يشوفونهم ما هسه سياده القاضي اذا طيب ما قالوا الجماعه المحامين انا اطلب احضرهم اطلب جمع معلومات عليهم اطلب احضارهم ونستفاد من جيتهم شيئين الشيء انه نتاكد من هويتهم انه فعلا هم كانوا يشتغلون بالمخابرات، والشيء الاخر نتاكد انه هم قاموا بهاي الاعمال لو لا، ويتاكد بنفس الوقت برزان تكريتي كان يشرف على التحقيق ها وكان موجود وكان اكو تحقيق في دائره مؤسسه المخابرات لما انا كنت رئيس مخابرات كلها ثلاث اربع عصافير في حجره واحده نسويها وتسهل علينا الشغل. فارجوك تؤمر الاخوان يمك حتى يسجلوها الآية. يقول اربع سنوات هو ما شاف اخوه وهو جاء فقط عن عمره 15 سنه انا ما دافع اتكلم هذا الكلام لانه هو كان موقوف عندي بالمخابرات بس لا كلام سواء هو كان بالامن او بالمخابرات او اي مركز شرطه في العراق رسمي هذا الكلام مو ما يدلل انه هو يقول اربع سنوات ما شاف اخوه انا ثلاث سنين صار لي بالسجن الا قليل ابني جابوه اختطفوه اختطاف اختطفوه انا مسوي بالدفاع مالي رايح ان شاء الله اسمعك عليه بس هاي هيك بس جواب على جواب الاخ احمد ليش يدورون على الفلوس مال الرئيس صدام حسين بلكت ابني سمعان من عندي شيء او مشتم خبر او سمعان فد شيء حتى يقول لهم سنتين ونص صار له بالسجن ولد شاب ترك العراق عمره 16 سنة وراح يدرس وده يدرس على الدكتوراه لا هو موظف دولة لا هو سياسي لا هو كذا هو وأخوه وأخواته هناك يدرسون نعم. يختطفوه يجيبوه سنتين ونص سيادة القاضي وهاي أريدها منك نعم. أنت رئيس هيئة القضاة وأنت رئيس المحكمة هذا الشاب شنو ذنبه هو هنا بالسجن اكو جهه رسميه نعم. ممكن تقديم الطلب وين الجواب على جواب الاخ نعم. يعني انا ابقى بالموضوع نعم نعم باقي بالموضوع مرتين يجيبوا من ابو غريب الى السجن الاني به للتحقيق يبقى له كم يوم
اكتب رساله الى امر المعسكر ها ولا يجاوبوني. اخوتي ثلاثه بالسجن بنفس المعسكر، انا ما اشوف منهم واحد الا انحالينا انا وقسم منهم للمحكمه وانحالينا بس صدفه صرنا بسكشن واحد. فهذا سجن اخي، وهذا سجن، وسجن على قضيه تتعلق بسلامه بلد. القضيه صارت على السيد الرئيس صدام حسين، عرضت امن العراق للخطر لانه اطلق الرصاص عليه. يا سياده القاضي، هاي القضيه مش يعني بعدها قيد الكلام. نعم. حتى واحد يقدر يقول هذه ممكن تصير ممكن ما تصير. اطلق الرصاص، واطلق الرصاص على الجيش، واطلق الرصاص على الهليكوبترات، وانجرح قائد مال الهليكوبترات، وانقتلوا ناس والى اخره. نعم استمر تفضل. قال انه الاستاذ طه الجزراوي، الاستاذ طه ياسين رمضان كان موجود. والله اقول لك اياها بكل ضمير، وانا مستعد احلف 100 يمين انه هالرجل هذا انا ما شفته. انا رحت نهارين، الاول يوم ثاني يوم للحادث، والله ما جاء. اما اذا جاي غير يوم انا ما ادري. مثل ما قال هو كان رجل عضو قيادي بارز في القياده. لما يروح لهناك كل المسؤولين هناك هم يجون بعده بالتسلسل، فيعني ما ينضم. بس الاخ احمد هو شافه، بس اخوه البقه هو شافه، ما معقول. مع ذلك هاي شغله تخص السياسه. تفضل انتقل الى سؤال اخر. ذكر انه هاي الفايلات وبها انواع واشكال، واذا ذكر انه حضرتك ذكر انه اكو فايلات وبها انواع واشكال من الـ من الـ من المآسي والى اخره، واسماء غيرت واعمار غيرت والى اخره. اول شيء اذا من حيث الاعمار سياده القاضي، هذا الرجل هذا عمره 85 سنه حتى بالقانون. انا خريج قانون مثلك، بس انا ما مارس القانون. حضرتك ضالع انت في القانون وتدرجت وصرت قاضي والى اخره. هذا عمره 85 سنه، هذا في القانون العراقي ما يجوز واحد يحبسه، هو بالحبس. انا مريض، قانون العراقي، قانون الاصلاح الاجتماعي، ومعاهدة جنيفا، وامريكا وقع عليها، والعراق وقع عليها، والانسانيات كلها تقول لازم يطلع. بالمناسبه ارسلنا طبيب عراقي. يعني اشكرك سياده القاضي، ارسلنا طبيب عراقي، ومن من قدمت واعتمدنا على الطلب الشفوي، والمحكمه قررت عرضك على لجنه طبيه وللفحص وللمعالجة، وجاءنا تقرير من طبيب عراقي مختص، و أنا ممنون منك، سينظر في. أشكرك. أنا ممنون منك. لجنة طبية. أنا ممنون منك. نعم. وجاء الطبيب الصبح وشفته أنا وحكيت له. التقرير موجود أمامنا. بس هاي مثل ما لبسوا الجماعة هاي الشغلة اللي إحنا هسا بيها، مثل شفيت الحرير على شوكه، تعال شيلها بدون ما تشققها. فهاي الجماعه مثل ما لبسوا. نعم استمر بالاسئله اللي ادري بس. نعم مثل ما لبسوا هذا القضيه براسك، موضوعي واطلاق سراحهم لبسوه براسك. نعم انا اريدها منك. فاستمر تاركها يم ضمير. نعم استمر بالاسئله اللي تريد توجهها للشاهد. موضوع المي الحار ويشرب مي حار وجيزر، احنا نعرف احنا من الشهر الرابع ببغداد لا نشغل هيتر ولا نشغل جيزر. مين اكو جيزر يشتغل بتموز وهو جات انحبس بتموز. الشيء الاخر يعني لما هو اي دائره كانت لهيك عدد مره واحده يجيها حتما ما مهيئه، فحتما يشربون من البوري او يشربون من مي ما مو من الثلاجه او الى اخره. أنا قدامك وكل رفاقي المحبوسين وياي، احنا سنة كاملة احنا نشرب من الجليقان مي، والجليقان مستوت قدام الباب. نعم يعني تنفي او تتوقع مثل حدوث مثل هذا الامر في المعتقلات. نعم اكو جريمة. نعم اكو اكبر من امريكا. نعم. وامكانيتها سنة كاملة. لا سؤال سيادة القاضي لا تستعجل علي ارجوك. نعم. لا تستعجل علي. نعم انا ما راح اروح وقتك هباء. ياتي دورك في تدوين الافاده.
نحن الان بصدد انا الافاده مالتي نحن الان بصدد سياده القاضي. نعم نحن الان بصدد الاسئله اللي تريد توجهها للشاهد. يا سيدي نعم. يا سيدي انا ما دا احكي على الافاده ارجوك انا دا اجاوب على الاخ. نعم لانه هو الاخ شايف مشكلته يعني هي مثلها بكربلاء حادثة كربلاء يعني هذه شلون حادثة كربلاء تصير مثل هاي؟ ليش حادثة كربلاء الطاهرة الطهورة ها أهلها الأطهار هم هذولا يا سيادة القاضي أرجوك. نعم سؤال آخر تفضل. الاغتصاب سيادة القاضي الاغتصاب الولايات المتحدة الأمريكية مو هي اغتصاب؟ لا لم يذكر الاغتصاب. لا لا لم يذكر الاغتصاب. لا 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 لم يذكر الاغتصاب. لا لا نعم نعم انت نعم هناك تهديد لكل الذين بالتحقيق يجيبون اخته قدامه يهددوه. اكثر ناس اعترفوا ما عندهم شيء في سبيل حمل القضيه ويتحمل الاعدام وهم قال جبروا يهددوه انه هاي اختك قدامك واكو نساء تشهد هذا الموضوع موجود وعملوا عمل بيندى له الجبين. نعم على كل انا انفي هاي نفي قاضي. نعم واجهزه الدوله في عهد الرئيس صدام حسين. انتقل الى سؤال اخر. يعني ما اقول لك انه ما عندها اخطاء ولا مقع رئيس الديوان الى المخابرات انه يقول انه اسبوعيا تقدمون قائمه بالاسماء المعتقلين وشنو قضيه كل واحد منهم وليش ما انجزت واي واحد يروح يشتكي يمه ولا يسال المخابرات بس اذا تسال المخابرات او واحد من قرايبه او كذا انه جت شكوى عليه راسا يتخذ اجراء بدون ما يدز عليه حتى وهاي من جمله الملاحظات القرايبه او الاسماعيلي. سيد القاضي سؤال لحظة بخليه يكمل هو بعدين سيادة القاضي أريد أسأل الأخ أحمد شلون عرف هاي كل هالتفاصيل؟ هذه واحد لو كادر في هاي المؤسسة ها يلا يعرف هاي التفاصيل كلها يعني تفاصيل يعني تفاصيل تفاصيل سرية. جاوب على يقول كيف حصل على التفاصيل؟ سيد القاضي يعني. سيد القاضي انا عشت هذه القضيه يوما بيوم، انا عشتها، انا ما كنت بروح ما ادري جوا، انا عشت السجن يوم بيوم كله عشته. اخر المجموعه التسعه اللي طلعت من ابو غريب بالتحديد الخاصه اللي قلت لك يوم 18/6/84 كان شهر رمضان اعيد النوب ويقول جيب قلم ورقه ما احتاج لا قلم ولا ورقه هذه طابعه بالذهن. اخذونا ودونا للصحراء انا هاي السنتين من تاريخ 9/7/82 الى 18/6/84 احسب لي اياها ايش قد هاي المده كل يوم 30 موقف يصير قدامي. فيقول انا عايشت الحاله. نعم 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 حضرتك جوابه هو يقول ان يعني عايشت الحاله بس انت ابتداء والى النهايه معذره حضرتك انا اريد اسال هو يقول انه هذا المي الحار اترك المي الحار انا لا ارجع اريد ارجع لي وراء الشهداء التسعه اللي انقتلوا بالدجيل بالطائرات ليش ما انطيتوهم لاهلهم وديتوهم الى تكريت واهلهم موجودين ما دفنوا منهم ولا واحد لما انت تقول احنا ما عندنا هيك سياق وما عندنا هيك ظلم ولا اجرام ولا هاي التسعه اللي وقعوا ليش ما انطيتهم لاهلهم ودفنوهم وخلوا لهم قبور حالهم حال الناس؟ وينهم ذولا؟ لا احنا اول شيء مطلوب هو يجاوب على سؤالي وبعدين انا اجاوب على سؤالي. انا اجاوبك هذا مثل ما حضرتك هو انا اجاوبك وجاوبني. اسمع هو جاوب حضرتك قال لك انه انا متعايش هناك وموجود هالقد سنه وكذا. انت رجل يعني بطبيعته المحامي والحاكم يعني عنده حس ولو يعني ما يمشي عليه لانه يشوف كثير كذابين وكثير ممثلين وكثير مجرمين ويجون شو اسمه فهذا الجواب هذا لك انت سياده القاضي انت حلله انه هذا الجواب صحيح لو مو صحيح. اما حول هذول السته اللي حطيتهم بالبوري مال الدوره التسعه نعم ايه؟ أول شيء أنا ما مسؤول عليهم. الشيء الآخر من يقول هذا صحيح؟ أنا رحت
انا دفاعي رايح اجاوب حضرتك، بس رايح كلمه واحده اقول لك انا ما مسؤول عليهم. جيد جيد. لانه انا مالي لازم بهذا الموضوع. جيد. ولكن من يقول صحيح؟ يقول للناس ماهم وين بيوتهم؟ خلى هيئه المحكمه تدز ناس موثوقين من قبلها يسالون، يقول لهم انتم استلمتوا جثث اولادكم لو لا؟ طلب حقه. وين قبرهم لو لا؟ صحيح طلب حقه. انا بهذه ايده وانطي الاسماء وانطيهم البيوت واحد واحد، ومن ضمن اولاد هذه الشهداء ابوهم موجود حي يرزق ويروي لك الحادثه بما هي، وايضا انطيك البيوت وانطيك اسماءهم بالاسم. اذا طلع واحد مستلمي دافني انا انذب بالقفص ينبرزان. نعم. هذا القفص شرف. هذا القفص سياده القاضي، هذا القفص شرف. استمر شرف سياده القاضي ارجوك اسمعني. نعم. هذا الصعلوك ليد أي أي لا أنا انا عندما اتكلم حتى اكون دقيق. تدري ليش؟ حسن الفاضل يغلط. سيد احمد احنا قلنا لك انت تجاوب على الاسئله بشكل اصولي وقانوني. عفوا انا عندما اجاوب واقول اذا كان كلامي كذب انا اكون متهم. لا منك ولا من المتهمين كلمات غير لائقة بالمحكمه. هو لا زال متهم. احنا احنا هذا الشيء قانون. المتهم متهم حتى تثبت. متهم فتتكلم بريء احنا وياه، لكنه انا اذا اثبت اذا انا اكذب انا اكون متهم. انت لا تحكي بالقانون. تدري ليش؟ انت روح خذ الكلاب مالك وروح كرب النخلات مالتك. نخلات شرف على قدهن. انت على قدهن. انت ايش جابك على القانون؟ ايش جابك على القانون؟ عدم الحوار بيناتنا. ولا يجوز للمتهم ان يطعن المشتكي مطلقا ولا ان يعتدي عليه، ولا نقبل بالمشتكي ايضا بالمقابل ان يتكلم بما يمس المتهم. العين بالعين والسن والسن. نعم. البادئ اظلم. نعم. لان هو قال اصير فظل فظل مستمر ينبرزان بالقفص. نعم. هذا شرف. استمر هذا القفص مال محتل. نعم. هذا القفص مال محتل. استمر بالاسئله مالتك وحتى تكمل الاجراءات. سياده القاضي ذكر انه على ضابير ما جاوبنا عليها. نعم. قال اكو ضابير بها انواع واشكال وبها تبديل اسماء وبكذا، وضربت لك مثل بهذا الزلمه. هو ما جاوبنا، قال شلون شاف هالضابير وين لقى هالضابير؟ نعم. نعم نعم. اولا بعد سقوط النظام لقينا الاضابير بالمنصور بالاورزدي الباب الخلفي. اضابير مو فقط الدجيل، العراق كله. وتقدرون عندكم لجنه تدزوها لجمعيه السجناء الاحرار بالكاظميه وتطلعون على مئات الالاف. يعني بجمعيه سجناء الاحرار. نعم نعم. اوكي هاي متروكه يمك حضرتك انت. نعم. ذكر انه اكو ناس ماتوا بالسجن وبالابعاد مال ذكر انه اكو ناس ماتوا بالسجن وناس ماتوا بالابعاد بالسماوه. هو يعني هم خمو يعني نوح يعني. هذا ايضا سياده القاضي ما قاعد اجاوبك لانه انا مسؤول عن قضيه. احنا يعني هنا بالسجن هسه على الموجودين نطلع لنا 100 نصعد 100 نصعد 90 100 وشويه الى اخره. وكنا ناس دخلنا السجن صحتنا زينه وناس يعني احنا كم واحد مات؟ البارحه محمد زبيدي مات. يعني قبله 5 ماتوا سياده القاضي. انا تمرضت. اكو الرفيق غازي العبيدي ايضا صابوا سرطان مع الاسف وفكوه. غازي العبيدي هو يسرد وقائع عن وفاه عدد من المعتقلين. عندك شيء مودا اقول انه لتأييد او لنفي هذا الموضوع؟ هذا اللي مساله. نعم. هاي بيد الله. نعم. يعني بيد الله. احنا نقدر نتهم انه الامريكان قتلوهم ذول؟ نعم. بس اجلهم صار يعني ممكن ايش؟ يعني الاخ احمد يحكي لنا على اسماء، يحكي على اسماء بالعشرات ويتكلم على اعياد ميلاد وتواريخ والى اخره. هاي القابليه شنو هاي؟ يعني هاي جديره بالاهتمام. فيعني واحد هل عندك سؤال محدد في هذا الموضوع؟ ايه انا اشك بها. نعم تشك بها. نعم هذه يعني تعليق. نعم انا اشك انه قبل فتره قليله هو لقن واعطي معلومات مزوره وسوى دور وسوى بروفا
عليها وجانا لهنا. المشتكي يحلف يمين ويكون امامه. يا سيادة القاضي انت اخبر مني بهاي، انت اخبر مني بهاي ارجوك والله. اكو ناس سؤال وجه للمشتكي. اسال الباقر نبيل باقر جاسم. نعم. بما انه من اهل دجيل. نعم. وين قتل هذا؟ نبيل باقر جاسم مذكور من ضمن ال 148. لا لا انا اسالك انت لا تقول لي مذكور. لا لا نعم. اسال هو. نعم. انقتل بشمال. نعم. انقتل. قال في حلبجه. قال مقتول في حلبجه. نعم اي نعم. نعم قال في حلبجه. مواليد 69. شهاده سيد احمد على كيفك حتى. نعم سيد القاضي. اللي زودتوني بها زودتني بها المحكمه. هذا مستشهد في قاطع بن جوين عندما كان العراق منشغل بحرب ضد الفرس، وهي موجوده شهادة وفاء اللي زودتون بها انتم. نعم. نعم. سؤال اخر. نعم سياده القاضي. نعم. سياده القاضي ذكر انه اكو 9 انقتلوا. هو انحبس. هو محبوس، القى القبض عليه، شلون عرف هذول هالمعلومات؟ كيف عرفت؟ نعم سيد القاضي اجيب على هذا السؤال. يوم 9/7 اللي كان يوم جمعة اعتقلونا ساعة 2 الظهر إلى 2:30 من دخلونا بالفرقة الحزبية، هم كانوا بالفرقة الحزبية بالساحة كلهم، وهذولا الثمانية من أهل الدجيل إلا فقط هذا واحد بيهم غريب، وأهل الدجيل هم منطقة شعبية محصورة. الشيء الآخر سيادة القاضي يقول أنه هذولا ماتوا وهذا مات بالتعذيب وهذا هيك وهيك، هذا شلون عرفها؟ نعم شلون عرف انه هذا مات بالتحقيق وهذا مات موت الله وهذا كذا؟ كان بالقاعه ويانا جاسم محمد لطيف، جاسم من مواليد 56، اثر تعذيب ينزلوه تعذيب ويصعدوه الى ان مات بالقاعه ويانا. يعني لو طلعوا يعني كنت موجود؟ نعم موجود. ولم يذكر ما ادري اسمه مذكور او لا بال 140، انا ما ادري المقاريد، لكن هذا مات ولا سلم واهله كلهم بالسجن. نعم. احنا قلنا انه بالمخابرات موقف مال المخابرات وصفت لك اياه وما موجوده بقاعات ولا موجوده، اما يحلم اما هو كان موقوف في جهه اخرى. نعم. وانا عندي وايضا معلومات. وايضا عندي معلومات. وايضا الحاج مجبل حسن عزيز من المرسومه بابو غريب على اثر تعذيب مات بالخفيفه وسبق وان قلت. استمر اذا. انا قلت لك سياده القاضي انه بالمخابرات ماكو قاعات. وصفت لك البناية والبناية موجودة، فهذا الكلام كله معناته هو كان في مؤسسة أخرى. نعم. وأنا بالدفاع مالي الرئيسي أنا راح. هاي تبينها توضحها في. راح أبين. الشيء الآخر والأخير يعني بالأسئلة مالتي إنه ذكر إنه الجيش والمرحويات وإلى آخره وصلت بعد 10 دقائق من الحادث الاعتداء على حياة السيد الرئيس. يعني كيف تقبل؟ كيف تعقل أستاذ؟ يعني لو واحد من هالغرفة لهالغرفة تقول له جيب لي فايل، الفايل الفلاني محطوط بفلان مكان جيب لي اياه حتى يصعد عليك للطابق الاول او للطابق الثاني هم يراد له ربع ساعة. شلون هاي الهليكوبترات واشتغلت وشلون طواقمها؟ هذا واقع. خل احكي. واقع عشناه. سيادة القاضي ارجوك. 12 سمتية واقع عشناه وهذا في شبيه للدجيل. لحظة بالله. لحظة بالله. سؤالك بالتحديد يعني عن الفترة الزمنية. نعم سيادة القاضي. الفترة الزمنية التي استغرقت، الفترة الزمنية التي حضرت فيها جيش كم سيادة القاضي. سيادة القاضي. لا أنا عسكري ولا أنت عسكري. القاضي أول. ولكن احنا ما نريد نعقد. راح يجاوبنا سوف يجيبنا. وأنا أسأل سؤال. هو كان. الفترة الزمنية تقصد؟ هو أصلا مجيء العفو. نسأل لنا عسكري محترف ثقة ها صاحب حظ وبخت، نقول له يابا لما أنت تتصل أكو إيش حالة الاتصال غير يصير من الدجيل ها، تتصل بمروحيات وتتصل بجيش وتتصل بشرطة. وصلت الفكرة الآن يعني الفترة الزمنية. نعم سيد القاضي هناك قاعدة جوية، قاعدة البكر الجوية في الدجيل تبعد عن الدجيل 5 كيلومترات مو أكثر أقل، وهم ما كانوا الحكومة وبها طائرات سمتية وهي قاعدة جوية. نعم الفترة الزمنية. وأيضا مجيء صدام حسين كان بالسمتية. تتذكر الفترة الزمنية التي استغرقت بين الحادث وبين حضور. قال 10 دقائق سيادة. سيد القاضي ما بها أصلا، يعني مجرد الإطلاقات السمتية قامت تقصف. نعم. ما بها أصلا. سيادة القاضي هو قال 10 دقائق أرجوك. يا
يعني لا تنطي مجال للتراجع. العفو العشر دقائق سيد القاضي معذرة أوضح أنا قلت عشر دقائق خروجه من بيت الحاج ردام حاتم عبد الحسين المحمود الحسن الزبيدي اللي هو ابن عم علي دايح علي المحمود، زين خروجه من بيت الحاج ردام الله يرحمه الحين الاطلاقات مو اكثر من 10 دقائق، هذا التوضيح ليس على الطائرات. نعم بمجرد الاطلاقات الطائرات هنا الطائرات موجوده. نعم. والقاعده يمنا يعني سياده القاضي انتهى سياده القاضي. نعم انا هذا الرجل اشك بكل كلام قاله. نعم وكل كلام قاله اقسم اني كلام الله كلام الله اني ما مو مثله. هو يجوز السيد لقالوا عذر. تفضل انتهى اسئلتك. نعم نعم على كل حرف. نعم انه كل الاشياء اللي قالها مو صحيحه. نعم تفضل استاذ. استريح الدفاع الرئيسي رايحه ان شاء الله انا اسوي لك اياها بشكل. نعم تفضل استريح. يتضح استاذ ان الشاهد قد غير اقواله بين لحظه بين ليله وضحاها. هذه الامور قال استاذ احنا الان المحكمه بصدد أسئلة محددة. نعم. أنتم في دفاعاتكم ذكروا اللي تردون وتناسب ما تتفكرون حولها. أنتم محامين تعرفون مسألة الأسئلة شيء ومسألة التفصيل في الدفاع شيء آخر، فأنتم هذه تحتفظون بها في دفاعاتكم. أستاذ أنا بس نعم. أسأل سيد القاضي أسأل سؤال. نعم. ذكر هسه بالجواب مال اللاحق اللي ذكره قال سيد الرئيس إجا بالطائرة. نعم جاب طاله سلبيه ونزل قبال قاع بقاع بيت جوالي سعيد الشيخ وهي بنزينخانه تصير على اليمنى وهي القاع على اليسرى فارغ نزل بالطائره بعدين بالسياره جاء. نعم. هذا واضح واقع راح زار. ولكن انا اريد ان استاذ العفو استاذ فهمت وصلت الفكره. نعم انت تنفي حضور نعم تنفي حضوره بالطائره فانت تبين هذه المسائل التفصيل. نعم هذه المسائل احد نساء هو يقول لك انه اجى بالطائره فانت تبين في دفاعك. نعم سيد القاضي احب انطيك نقطه ما حكيتها عندك بالفايل. اكرم جاسم كاظم معدوم مواليد 63 عندك. نعم. بالفايل بال 148 بالنظاره اكرم جاسم كاظم كان عسكري هذا قرايبي اسمح لي العفو سيد القاضي معذره هذا الرجال كان عسكري مواليد 63 كان يداوم بالتاجي بالحرس الجمهوري بعد ما اعتقلونا بالسجن جابوه ويانا من لسانه هو انعدم طبعا قال احنا اخذونا جابونا حركه قالوا للدجيل قال ما ادري بالدجيل قال بمجرد سمعوا بي انا من الدجيل اعتقلوه وانعدم موجود اسمه يمك. نعم هل من سؤال اخر؟ لا احد عنده سؤال؟ نعم لكن تبقى في حدود اسئله محدده بصدد الدعوه. انا يعني اذا تسمح لي اتكلم والشيء الخاطئ قول لي.